أعرب وزير البترول طارق الملا عن تقديره لالتزام الشركات الكندية تجاه قطاع البترول والثروة المعدنية المصري، وخلال جلسة مباحثات له مع وزير الطاقة والتعدين بدولة كندا في إطار المشاركة بمؤتمر أدبك، أشار الملا إلى حرص شركاء مصر من الشركات الكندية على التوسع في أنشطتها في السوق المصرية في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر واستكشاف وإنتاج النفط والغاز وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في هذا المجال. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا التقدير للتعاون الممتد بين الوزارة ومؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، خاصة فيما يتعلق بمجالات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي. جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال ورئيس مؤتمر سيراويك الذي تنظمه المؤسسة، حيث أكد إيلاء أهمية كبيرة لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في المسار المعني بالبترول والغاز. من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال للتعاون الممتد والمثمر مع قطاع البترول المصري، معربا عن تطلعه لمشاركة إيجابية لمصر في فعاليات مؤتمر سيراويك في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مارس 2024. في أسواق البترول العالمية، استقرت أسعار النفط بعد خسائر كبيرة. تكبدت أسعار النفط في الجلسة السابقة في ظل توقعات طلب غير واضحة وإبقاء لجنة أوبك بلس على تخفيضات إنتاج النفط للحفاظ على إمدادات محدودة. وهبطت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.18% لتصل إلى 84 دولارا و80 سنتا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.27% سجلاً 83 دولاراً و15 سنتاً للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 2.91% لتصل إلى 3.5 دولارات للتر. هذا وارتفعت أيضاً أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.63% لتسجل 3 دولارات و4 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت وزارة الطاقة التركية أن خط أنابيب النفط الخام من العراق إلى تركيا المتوقف منذ حوالي 6 أشهر جاهز للعمل اعتبارا من الأربعاء القادم. وأضاف وزير الطاقة التركي أن أنقرة تستعد لبدء إرسال الشحنات عبر خط الأنابيب النفطي، وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية يقضي بدفع أنقرة تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014-2018. أضرب نحو 75 ألف عامل في شركة كايزر بيرمننت الأمريكية وإحدى كبرى شركات التأمين ومشغلي أنظمة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. ويضم المضربون ممرضين مهنيين ومساعدين في مجال الصحة المنزلية بالإضافة إلى فنيين. ويسعى أعضاء النقابة إلى زيادة الأجور وزيادة عدد الموظفين. هذا ويأتي الإضراب في عام شهد الكثير من إضرابات العمال بمختلف القطاعات في الولايات المتحدة.